كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف المعلم حسن وين؟ حويلة. خي حسن حسن ثاني حسن. حسن ثاني حسن حويلة. انت شو عم تعمل لي بالسيارة؟ شو عم نسوي؟ عم نحدد شو عم نعمل. بس انت اول مرة بشوفك هون انا. انت اول مرة؟ نعم اول مرة. انت اول مرة بشوفك هون انا سيارة لإلي. اتصل فيي امبارح وقال لي تفضل بدك تساعدنا. طيب وشو عم تعمل بالصندوق؟ بس بقدر هذه هدية عم نسويها. طيب بس هيدي الصندوق قال لك شو بدنا نعمل فيه؟ لا قال لي الهريان بس. شو قال لك؟ الهريان. هو قال لك هريان؟ ها؟ حسن قال لك هريان؟ حسن ها؟ حسن قال لك هريان؟ انه شو بدك تساوي يعني غير الهريان؟ هو قال لك هريان؟ قال لي هو هريان ايه؟ انت متأكد قال لك هريان؟ قال لك شو قال لي؟ معلم احكيلي وقف ما تشتغل من المعروف، ما وقف السيارة. شو دخلك انت؟ شو لك السيارة لإلي يا خيي. شو بيأكد لك؟ هو قال لك، ما هو قال لك تشتغل بالصندوق؟ قال لي اشتغل بالصندوق. هي انا شفته شايفني وعم بشتغل. هو ما قال لك شو تساوي بقلبه للصندوق؟ قال لي الصندوق الهريان طلع. الهريان هريان ايه. بس وما قال لك شو نعمل بالصندوق؟ لا ما قال لي. ما قال لك شو نعمل بالاشكمون؟ شو بدك يعمل؟ بس اعطيني رقمه لو سمحت. اعطيني رقمه. 03 03 568 568 508 508. هذا رقمه؟ معلمة حبيبي. هو قال لك هيك تشتغل فيها؟ هيك بفوتوا انت شو بالك؟ نعم هيك بفوتوا؟ خيي انا جاي انا عبتنا. خيي هلا هي لانه برا عالم كثير ومشان ما اخبص حد. الو ما الو ما عم بدي. معلمة هو قال لك شو تعمل بالصندوق هذا؟ ما بدي اقول له حبيبي. شو ايش هو هو اللي بيعمل؟ ما عم بدي. ما بدي؟ انا بدي اقول له شو قال لك تعمل؟ تفضل. سكر خطه. شو بدك تعمل حضرتك؟ نعم شو بدك تعمل؟ معلمة هاي السيارة هيدي السيارة عم بعملها شتوية. ايه هاي السيارة عم بعملها شتوية. شتوية أول شغلة رح يركب هون فرن براد حد بعضهم. والريحة الأكل مشان ما تطلع هون رح يركب صندوق. هون رح يجي صندوق صندوق مشان ريحة الأكل. بده يركب صندوق هون. صندوق. وبده ينزل كوع على الإشكمون مشان تطلع الريحة لبرا. أنا هيك منسق أنا وياه. هذا الشغل اللي عم تشتغله هذا منه شغل. يعني انت عم تشغل شيء منه شغلتك. انت بدك تبتلي فيك انا الصوت. ليه يا خي؟ والله حبتلي فيك. ليه يا خي؟ بدك تركب برا تطلع لي دخان من هون؟ انا اتفقت انا وياك دق له. شو اوتيل هي؟ معلم دق له. شو دق له؟ دق له يا خي. دق له احكي معه. قل له انا شو قايل له. وشغله ثانيه شغله ثانيه بدنا نلغي الموتور من قدام. بدنا نلغي الموتور من قدام ونعمل الموتور من تحت. ليه؟ مشان نعمل صندوق للمونه. ايوه طب خد عملها نمليه بالبيت. عملها نمليه بالبيت. شو معلمة شو هذا؟ لو سيارة بيعملوها هيك. احكي حسن حبيبي. ما عم برد. مصيبة والله مصيبة. قال بده بغسالة وبراد. معلمة براد وفرن اتفقنا هون. واللي حنعمل صندوق والاصل يطلع على الاشكمون. ما بدي الريحة تطلع بقلب السيارة. ايه ما بدي الريحة تطلع بقلب السيارة. هيدا التفات انا وياه. انت عم تشتغل شغل هلا هون غلط. غلط؟ ايه غلط. انت معلم؟ انا شايف بدي بتلف فيك. انت معلم؟ انا شايف بدي بتلف فيك. لا يا اخي شو غلط معك؟ ركب لها ساتلايت وركب لها علمي. هيدا الصندوق صح؟ اوعى اوعى اوعى. هيدا الصندوق صح؟ هيدا بده يلتغى. يلتغى؟ ايه هيدا عن شو حاطه انت؟ لمين؟ لحويلي. شو خصني انا؟ لغاني شو خصني كمان؟ ما هو علاقته معك. لا لا منه شغل هيدا. انا هاي السياره ما بدي الريحه تفوت لجوا، بدي الريحه تطلع من الاشكمون. عندك مشكله انت علاقتك معه؟ وحلها معه. مين هو حويلي؟ انا علاقتي معه. وانت ليه ما عم تمد ايدك على سيارتي؟ فينا شرك. ليه عم تمد ايدك على سيارتي؟ حسن ما اللي اشتغل بيشتغل. يلا شو الله والنبي معك. شو هو فينا شرك؟ شو قال لك هو؟ حسن ما اللي اشتغل بيشتغل. مين هو؟ حسن حويلي. مين حسن حويلي؟ شو بيشتغل هو هون؟ شو بيشتغل؟ طراش. ايه شو اذا هو قال لك بدي اركب براد وغسالة. ايه هو قال لي هيك بدي اركب. هو عم يضحك عليك. هو لا هو عم يضحك عليك. علي ولا عليك؟ لا عليك. ليش علي؟ قال لي اشتغل هيك. انت حضرتك حداد؟ شو شايف؟ شايفك عم تشتغل هون حدادة. بس انا بدي اركب الفرن والبراد حد بعضهم. فيك تفل من هون. وبدي الريحة تطلع من برا من شكلهم. سهل علاقتك معه. نعم علاقتك معه. علاقتي مع مين؟ مع حسن حويلي. ايه يلا
فل ولا شو؟ هي رح فل فعلا. يلا بس في مجال احكي معه بس بشد سيارة. عيط له واحكي معه ما بعرف. يلا نعم يلا خلينا بريحة. طب ايه بس ليه عم تشدنا؟ لك يلا فل. خلي رح فل ركب غسيل مية بالمية. دخلي منور. دخلي من الشباك. لقي كاميرا وين بقلب السيارة. شفتها؟ معك حويلة. باي. حبيبي.